السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناة بيتكوين العرب. اليوم انا عملاق الربح من الانترنت في كي سيرفينج، موقع مستمر من سنوات عديدة وهو من افضل المواقع اللي ممكن نكسب منها عن طريق اداء المهمات. بيدفع على محفظة الباير والحد الادنى للسحب كمان مقبول. معي 332 روبل، شايف من اصدقائي اذا ضغطت عليهم فيني استخدم الباير وفيني استخدم البرفكت ماني في عملة الدولار كوسيلة سحب. روح على ويزدرو، ميل الموقع، الدفعات القادمة من هذا الموقع 16/3 اليوم، 15/3 شايفين أصدقائي، الدفعات القادمة يعني إن شاء الله خلال 24 ساعة بتكون داخل محفظتي. طبعا بروح هون أنا على ويزدرو، بختار من هون البير في ضريبة نقل 9%، بالنسبة للبرفكت ماني 3%، بختار البير. طبعا بحط هون الأكاونت إنو الخاص فيه داخل باير بهي الخانة، باير وولت. الحد الأدنى للسحب على الموقع 100 روبل، طبعا أصدقائي 332 روبل. بروح على كونفيرم مشان أكد الطلب السحب. طبعا أنا هيك طلبت الدفع، the payment has been registered، يعني تم طلب الدفع، awaiting payment. شايفين أصدقائي هلأ حاليا not paid، يعني إن شاء الله بكرة بتكون الدفعة داخل محفظتي. بس توصل الدفعة على محفظة الباير ويصير هون جنبه بيد، انا بتابع معكم الفيديو. طبعا اصدقائي بالنهار المحدد دفع للموقع 330 روبل، اخذ ضريبة نقل كمان بسيطة من 20 ساعة تمت الدفع. طبعا اصدقائي اذا انتقلت لمحفظة الباير وفتحت صفحة الدفعات بلاحظ الدفعة داخل محفظتي، هاي هي 330 طبعا روبل اذا فتحت المعاملة. طبعا هاي هي الكميات سكسس ترانسفير، هذا هو التاريخ والوقت. طبعا اصدقائي هاي هي المحفظة اللي أرسلت لي الدفعة، موقع كويس من أفضل المواقع اللي ممكن نكسب منها عملة روبل. كمان فينا نستخدم البرفكت ماني ونسحب بالدولار على البرفكت ماني بعد ما شفنا إثبات السحب من الموقع. ننتقل للتفاصيل. طيب بسم الله، احنا نبدأ. أول شيء التسجيل بهذا الموقع جدا سهل، كل ما عليك أنك تضغط على لينك تسجيل، راح تلاقيها بصندوق الوصف. طبعا لينك مباشر، ما بستخدم أي روابط مختصرة، هذا اللينك بيعطيك على المدونة الخاصة فيه، المدونة الخاصة فيه في رابط مباشر، يعني ضغطين أخي الكريم بتفتح معنا هاي الصفحة. أول شيء الموقع باللغة الروسية، ويفضل تستخدم ترجمة جوجل كروم للترجمة للغة الإنجليزية أو العربية أو أي لغة أنت بتفضلها أخي الكريم. نحكي شوي عن إحصائيات الموقع. الموقع بيشتغل من 10 سنوات، فيه طبعا 122 مليون روبل كدفعات، وهذا رقم كتير كبير. نحن بنشئ حساب جديد، نروح على كلمة ستارت ناو هاي اللي هون وبنضغط عليها. طبعا فينا ننشئ حساب مباشرة بالفي كي او الفيسبوك الروسي، فينا نستخدم الانستغرام، التيك توك طبعا والتليجرام، وفي كمان وسيلة خامسة، وفينا نحط هون ايميلنا نروح على كونتينيو بنعبي بعض البيانات. لكن انا بفضل استخدم الفي كي او الانستغرام اكثر مهمة داخل الموقع، هني على الفي كي او الانستغرام. اذا استخدمت واحد منهم طبعا لازم تكون سابقا طبعا حافظ هذا الحساب عندك على المتصفح واكتب الحساب، يعني انت بس تفوت عليه بتكون بتفوت على حسابك الانستغرام او الفي كي مباشرة. راح يفعل لك طبعا حسابك داخل هذا الموقع اللي اسمه في كي سيرفينج وتبلش تشتغل مباشرة، او اذا انت استخدمت الطريقة الثانية ممكن يبعث لك رسالة على بريدك اللي انت سجلت فيه طبعا، وبعدين بتتابع الاجراءات، بتضغط على الرابط بالرسالة مشان يتفعل الحساب. طبعا انا مسجل بالفي كي فراح اشبك مباشرة وسجل دخول لحسابي. طبعا اصدقائي هي واجهة الموقع، من الداخل نحن بنكسب من اداء المهمات وقيمة المهمات داخل الموقع جيدة جدا. كل مهمة ممكن تاخذ معك 5 ثواني، قيمتها 20 سنت من الروبل او 15 سنت، او حتى ممكن 10 سنت. راح نترجم للغة العربية لنسهل علينا وعليكم الشغل. طبعا من هون فيني اختار انا مثلا الفي كي او الانستغرام، التيك توك، اللايكي، والبرقية اللي هو التليجرام. عندي حاليا 20 مهمة على الفي كي، عندي 4 على الانستغرام، 7 على التيك توك، 9 على اللايكي، 4 على البرقية، ودائما كل يوم في مهمات كثير داخل الموقع. طبعا انا شابك سابقا على الفي كي والانستغرام، دغري بيعطيني مهماتي. راح نفوت هلا نشتغل مهمة هون ومهمة هون، بعدين بنشرح لكم كيف طبعا بنضيف الحسابات. مثلا اخترت الفي كي جميع انواع المهمات، راح اتركها كلها، او فيني اختار مثلا مشتركين، اعجابات او غيرها. معي هون انا 0.4 روبل، رح نفذ هاي المهمة. شايفين اصدقائي مشتركين يعني اشترك عندهم. طبعا لازم تشوف كل وحدة اصدقاء، هي طلب صداقة طبعا، بتطلب طلب الصداقة بس يوافق على الطرف الثاني بتكسب القيم عشان تعرف هذا الشيء وبتعمل اتمام التنفيذ. اما بالنسبة للمشتركين دغري بيتم الاحتساب. طبعا بروح بضغط على ينفذ،
يعني شغلة كثير سهلة، وانت رح تكون سريع فيها مع الوقت وتفهم كيف تأديت هذا الشيء بالنسبة لك، رح يكون طبعا بالشكل الأفضل. طبعا شيء كثير كويس وسهل جدا، طبعا انت مع الوقت هتكتسب خبرة وتصير تنفذ هاي الأمور بسلاسة وسهولة أكبر مع الوقت. رح أنا تابعهم، شايفين أصدقائي، بروح على الفولو هاي اللي هون، بضغط عليها، ظهرت لي المسجنج يعني مش الحال، فيني سكر هلا، وبروح على كلمة يفحص بضغط عليها، شايفين أصدقائي أعطاني الإشارة إنه تم طبعا إنه الإضافة، إذا حدث الصفحة رح يزيد عندي هاي الكميات. طبعا أصدقائي صار معي 0.61، يعني أخذت 20 سنت من الروبل. لازم تلتزم إذا اشتركت بصفحات أو أي شيء، لازم تلتزم تضل المدة المحددة داخل هاي المجتمعات، أو على الأقل أسبوع. مثلا إذا اشتركت عند مجتمعات على الأقل تضل فيها أسبوع، مشان طبعا ما يحطوا إنه أنت مثلا خالفت شروط اللي هني متفقين عليها مع الموقع. راح نفتح وحدة ثانية، بس بالنسبة للإنستغرام راح أختار الإنستغرام. طبعا يفترض تقرأ هدول بالشكل الصحيح وتتأكد إنه حسابك أموره تمام. طبعا بما انه انا ضايف سابقا راح نفذ هاي المهمة ب 20 سنت، شايفين اصدقائي مشتركين، يعني فقط اشترك عنده، روح على ينفذ، بشترك عنده طبعا وبوافق، شايفين اصدقائي المهمة اكتملت. اذا حدثت راح ينضاف عندي طبعا اصدقائي قيمة هاي المهمة، صار عندي 0.81. راح نفتح ودي تانية كمان هون ب 15 سنت من الروبل، بضغط عليها، طبعا بعمل فولو، هيك عملنا الفولو، فيني سكر وبروح على ليفحص. اخذنا، شايفين اصدقائي، فيني حدث هلا هون الصفحة، بشوف شو الرصيد اللي عندي، 96 سنت من الروبل. فيني تابع بقية المهمات لينتهوا طبعا، ودائما في مهمات جديدة على الموقع، فيني اختار الشركات التانية. اذا رجعنا لكل المهمات واخترت مثلا فيكي، برجع بشتغل انستغرام، شو بلاقي جنبها مهمات بشتغل، لازم نضيف البرقية، لايكي، تيك توك، مشان لاقي مهمات اكثر. مثل ما قلنا شبك الحساب ما نو صعب ابدا، مثلا راح اعطي وحدي انا ماني شابك حساب فيها لكن مو شغالي ببلدي، مثلا التيك توك، بيقول لي اضغط على هذا الزر بربط بحسابي التيك توك، راح يعطيني كلمة بحطها ببروفايلي التيك توك، وبعمل المطابقة. اصدقائي ممكن يطلب مني بعض البيانات مثل الاسم وتاريخ الميلاد طبعا، وطبعا العمر، وبعض المعلومات الأساسية اللي بيطلبها أي موقع، أنت من أي بلد، وهي التفاصيل التانية. طبعا أنا كنت شارح طريقة الإضافة، الخمس طبعا وسائل مشابهة للتيك توك وللإنستغرام والفيكي، كلهم تقريبا مثل بعض. راح يطلع لك هلا الفيديو، كنت شارح هذا الفيديو من حوالي 6 أو 7 شهور، لكن الطريقة مختلفة، الطريقة نفسها كيف تضيف أخي الكريم حساباتك داخل هذا الموقع. طبعا اصدقائي هذا كل شيء عن الموقع، ما ضل ابسط من هيك. ركز على الفيكي، لازم تشبك حسابك فيكي، ما عندك حساب انشئ مباشرة، اكثر مهمات راح تلاقيها للفيكي والمكسب منها جيد جدا. طبعا اصدقائي راح احط لكم بصندوق الوصف مجموعة من المواقع كلها ممكن نكسب منها عمل الروبل بشكل مجاني عن طريق اداء المهمات مع اثباتات السحب من هاي المواقع. طبعا اصدقائي بعد وقت دائما اي سؤال عن مجال الربح من الانترنت بشكل عام، ربح عملات رقمية، الباير، الفوسيت باي، باينانس، كيو بوينت، ميكسي وغيرها، اكتب لي بالتعليقات وان شاء الله بنقدر نساعدكم في النهايه. لا تنسوا اخواني اسمكم مشتركين بالقناه، اشتركوا، فعلوا زر الجرس، ودعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.